السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أعزائي طلبة وطالبات صف الثالث الثانوي، مرحبا بكم في حلقة جديدة. معكم مستر صبري ياسين، وهذه قناة سبيشال يوتيوب، قناة الشباب المتميز. والحلقة دي إن شاء الله حل معاكم تمارين الجرامر من كتاب المعاصر لعام 2023 على درس الماضي البسيط في المبني للمعلوم والمبني المجهول وعلاقتهم بزمن الماضي المستمر. ياريت على مخلص الانترو تضغط لايك للفيديو وتشير الفيديو مع زمالك على اي وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي. ولو بدي اول مرة تشوف القناة شرفني اشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس عشان توصلك اشعارات بالحلقات الجاية ان شاء الله. استنوني بعد الانترو. ورجعت لكم مرة تانية، ويلا بينا نبدأ. بسم الله، اول سؤال بيقول choose the correct answer. number one، سما نقط مي with my homework 2 hours ago. زي ما انتوا شايفين 2 hours ago ده احد التعبيرات الدالة على زمن الماضي البسيط، يبقى المضارع البسيط ده مش هينفع، والمضارع البسيط ده مش هينفع. فضل عندي ماضي بسيط مبني للمعلوم، ماضي بسيط مبني للمجهول. اختار المبني للمعلوم لان الجملة هيكون معناها مستقيم بالشكل ده، سما ساعدتني في واجبي. رقم 2، I نقط with my homework 2 hours ago. نفس الجملة ونفس الكلمة الدالة بس غير حاجة. هنا بقى هنختار was helped اللي هو الماضي البسيط المبني للمجهول، لان مش معقول هقول انا ساعدت في واجبي، هقول انا ساعدت في واجبي، ده هو واجبي، هساعد مين يعني؟ هساعد نفسي؟ مش هيكون المعنى مستقيم خالص. رقم 3، I not lunch mom did that. بصينا ما لقيناش كلمات دالة، لكن لقينا حاجة فعل ماضي في الجملة التانية، ده اسمه السياق، السياق ماضي. وطالما السياق ماضي احنا محتاج طبعا الافعال الاختيارات كلها ماضي. طيب المبني للمجهول was cooked wasn't cooked مش هينفع، هقول انا طبخت الغدا او انا لم اطبخ الغدا، يبقى المبني للمجهول سواء كان اثبات او نفي غلط. طب نيجي بقى للمبني للمعلوم، هقول انا طبخت الغدا امي اللي عملت كده، ولا انا ما طبختش الغدا امي هي اللي عملت كده؟ يبقى المبني، يبقى النفي في المبني المعلوم هو المظبوط، انا ما طبختش الغدا ده امي هي التي فعلت ذلك. رقم 4، نفس الجمله بس عمل بقى تبديل، قال لي لانش الغداء نقط باي مي. التعبير ده باي مي دال ان الجمله مبنيه للمجهول، يبقى المبني المعلوم ده مش هينفع سواء كان اثبات او نفي. طب انا هختار الايه؟ هختار حاله النفي عشان احنا وضحنا المعنى اللي هو الغداء لم يطبخ بواسطتي، أمي هي التي فعلت ذلك. رقم 5، نقط the children to school in your car. في علامة استفهام في الآخر معناها أنك محتاج ترتيب جملة استفهامية، يبقى ترتيب الجملة الخبرية ده وده غلط. فاضل يا did you take يا where you take، فالإجابة هتكون did you take the children عشان هي مناسبة لمعنى الجملة، يعني هل أخذت الأطفال إلى المدرسة في سيارتك؟ تعال بقى شوف بقى نفس الجملة اللي تحتها، بيقول لي to school in your car، طبعا برضو جملة استفهامية، قلنا دي غلط ودي غلط لأن دول جمل خبرية. هتبقى did you take، هل أخذت إلى المدرسة؟ أخذت مين؟ فين المفعول؟ مفيش مفعول. يبقى الإجابة الصحيحة تكون where the children taken، يعني هل أخذ الأطفال إلى المدرسة في سيارتك؟ هنا أنا محتاج المبني للمجهول. رقم 7، what نقط to solve the problem. قال له I paid the bill، برضو عندك هنا علامة استفهام، وده ترتيب جملة خبرية مش هينفع، وده ترتيب جملة خبرية مش هينفع. فاضل يا did you do يا were done. هختار did you do اللي هو ترتيب مبني للمعلوم حالة سؤال ماضي بسيط، يعني ماذا أنت فعلت لكي تحل المشكلة؟ رد عليه قال له أنا دفعت الفاتورة. أنا عندي 2 بتكلموا، متحدث الأول اللي هو إيه، متحدث الثاني اللي هو بي. فالشخص الأول بيسأل بيقول له ماذا أنت فعلت لكي تحل المشكلة؟ قال له أنا دفعت الفاتورة. نيجي بقى لوير دان، تعال بص شوف نفس المسألة تحت، نفس المسألة بالظبط، بس قال لي إيه وات نقط تو سولف ذا بروبلم، قال له أي بيد ذا بيل. هنا بقى ناخد واز دان، تلاحظ ان وير دان جمع ووز دان مفرد، وهنا بقى ديد يو دو شال منها دو، يبقى اصبح تكوين السؤال ناقص، لازم تكون الجمله الاستفهاميه اللي هو فعل مساعد زائد فاعل زائد فعل اساسي.
هنا بقى ناقصة اهي، هنا الفعل المساعد موجود والفاعل موجود، هو حذف الفعل الأساسي اللي هي كلمة دو، يبقى كده خلاص ما عادتش نافع. ودول كده كده غلط أصلا، لأن دي تكون جملة خبرية. طب دي صح ليه؟ رغم إن ما بينطبقش عليها القاعدة بتاعة فعل مساعد فاعل فعل أساسي، لأن هو هنا بيسأل عن الفاعل، يعني كأنه بيقول ما الشيء الذي فعل لكي تحل المشكلة، بيسأل عن شيء واحد مفرد. حتى هو في الإجابة قال له أنا دفعت الفاتورة، اللي هو حاجة واحدة اتعملت. إيه هي الحاجة اللي اتعملت عشان تحل المشكلة؟ الحاجة دي مفروض تبقى أخد فعل مفرد، مش وير دان اللي هي فعل جمع. فلو كانت اللي فوق واز دان كانت تنفع برضه، يبقى كده هيبقى عندي إجابتين. لكن هو برضه عشان يطلع من المطب راح أغير الفعل من المفرد للجمع. طبعا احنا عندنا القاعدة معروفة بتاعت بناء الجملة الاستفهامية، فاعل فعل مساعد فعل أساسي، دي بستخدمها مع تكوين الجملة الاستفهامية بشكل عام، إلا لما بكون بسأل عن الفاعل بس. يعني مثلا لو قلت على سبيل المثال هو لايكس مستر صبري، ده سؤال هنا أنا بسأل عن الإيه؟ بسأل عن الفاعل، بقول مين اللي بيحب مستر صبري. فأنا ممكن أقول مثلا علي لايكس مستر صبري، هنا أنا بسأل عن مين؟ عن علي اللي هو الفاعل الإجابة. فمش هينفع أكتب الفاعل اللي أنا أصلا بسأل عنه، اللي هو القاعدة بتقول فعل مساعد زائد فاعل، هكتب الفاعل إزاي في السؤال وأنا أصلا بسأل عنه؟ شوف بقى السؤال التاني ده، هو does مستر صبري لايك، هنا بقى أنا بسأل عن مين؟ عن مفعول. من اللي مستر صبري بيحبه؟ مستر صبري بيحب مين؟ أما أجي أجاوب بقى أقول إيه؟ مستر صبري لايكس علي، علي هنا إيه؟ مفعول. هنا بقى طبقت بناء الجملة الاستفهامية اللي هو فعل مساعد زائد فاعل زائد فعل أساسي. في رقم 8 هو ما كانش بيسأل عن المفعول، هو كان بيسأل عن الفاعل، بيقول ما الشيء الشيء الذي فعل لكي تحل المشكلة، عشان الجملة دي ممكن تعمل لخبطة عند بعض الطلبة. ننتقل للميل تيست رقم 2، بيقول choose the correct answer number 1 lean used not her best at school. الإجابة هي used to زائد المصدر، والجملة معناها ان لين اعتادت ان تفعل قصارى وسعها او تبذل قصارى وسعها في المدرسة. ما ينفعش تو فيرب اي ان جي، لان used ما فيش قبلها ولا ام ولا از ولا ار ولا was ولا وير ولا become ولا got او get. وطبعا فيرب اي ان جي مش هينفع لوحده كده ولا المصدر لوحده هينفع. رقم 2 لين got used not her best at school. طالما قبل used بقى got، يبقى احنا محتاجين to verb ing. طب لو ما كانش got دي موجودة زي المسألة اللي فوق كنا ناخد to زائد المصدر. رقم 3 I not watching football matches in the stadium. طالما عندك verb ing يبقى انت عاوز used to قبلها حاجة اللي هي am used to. طب ما ينفعش used دي، ما used دي مع قبلها was اهي، كانت تنفع لو كانت هنا for، لكن هنا ما تنفعش، for مش هتنفع. رقم 4 cotton was used not paper. ينفع اقول cotton was used for making وينفع اقول was used to making. هتقول لي ما انت لسه قايل انها ما تنفعش فوق اهي، اقول لك هنا دي حاجه تانية، فاعل الجمله رقم 3 فاعل عاقل، انما هنا فاعل غير عاقل اللي هو القطن. هنا الجمله مش معناها معتاد على، لكن اللي فوق دي معناها معتاد على. طب مال هنا was used to دي معناها ايه؟ دي معناها يستخدم في او يستخدم لكي، جمله معناها القطن يستخدم لصناعه الورق او في صناعه الورق. رقم 5 I not some old friends by the other day. التعبير ده the other day او الامس، تعبير من التعبيرات الدالة على زمن الماضي البسيط، هناخد فعل ماضي بسيط. بعد كده الميني تيست رقم 3 اول سؤال فيه بيقول choose number 1 مستر اشرف نقط at home yesterday. عندي كلمة yesterday كلمة دالة على الماضي البسيط، يبقى المضارع التام مش هينفع، مفيش حاجة اسمها didn't be. فضل عندي يا wasn't being يا wasn't. طبعا الفيرب to be من الافعال التقريرية التي لا توضع في الازمنة المستمرة، يبقى ده غلط، يبقى انا هاخد wasn't. رقم 2 I not any drinks for breakfast this morning. الإجابة هتكون didn't have، لأن عندي this morning أحيانا بتدل
على المضارع التام، واحيانا بتدل على الماضي البسيط. هو ما جابليش مضارع تام، هو جاب لي كلمه هافنت بس. هافنت لوحدها من غير هاد معاها ما تنفعش تبقى مضارع تام، ده هي كده مش حاجه يعني، هو فعل مساعد منفي خلاص. وهاد انت نفس القصه برضو مش هتنفع. وهاد طبعا ده فعل ماضي بسيط حاله اثبات. طب تقول لي طب انت ليه يا مستر خدت ماضي بسيط حاله نفي؟ ما انت عندك ماضي بسيط وحاله اثبات، عشان عندك كلمه اني اللي هي بتيجي في الجمل الايه، بتيجي في الجمل المنفيه، فانا محتاج الجمله نفي. رقم 3، I called you because I not to talk your tablet. الإجابة هتكون did no. ليه بقى هتبقى did no؟ did هنا بتدل على التأكيد، اسمها emphatic did، تدل على التأكيد. هو بقول أنا اتصلت بيك لأن أنا عارف من الذي أخذ التابلت بتاعك. أولا لو بصيت للسياق هتلاقي السياق بتاعك ماضي، called فعل ماضي، talk فعل ماضي، وده مستقبل، وده مضارع، وده فيرب اي ان جي ما هوش زمن خالص. فانسب اجابه هتكون الماضي البسيط اللي هو ده. فدي كان اصلها نيو فعل ماضي بسيط، بس احنا خليناه ديد نو. ليه خليناه بالشكل ده؟ بيدي تاكيد. ده احد استخدامات الماضي البسيط، موجود في الاستخدامات بتاعه الماضي البسيط. رقم 4، اي درازر يو نوت ماي تابلت. التعبير اي درازر بيجي بعده فاعل وبعدين بيجي بعده ماضي بسيط، يبقى انا اختار didn't take. طبعا مش محتاج ماضي تام ولا مضارع تام ولا مضارع بسيط، وطبعا ده اسمه ماضي بسيط غير حقيقي. رقم 5، I drazer you not my tablet yesterday. زاد مع would rather اللي هي فوق، نفس اللي فوق، وجاي بعدها فعل برضو، بس زود عليها كلمة دالة على الماضي. في الحالة دي بقى بتنزل بالزمن درجة وتاخد ماضي تام بدل الماضي البسيط. يبقى لو انت بتتكلم في المضارع بتاخد ماضي بسيط، طب لو انت بتتكلم في الماضي بتاخد ماضي تام. رقم 4، choose the correct answer. At 3 yesterday the mechanic not my car engine. ده اسمه ايه يا جماعه؟ ده اسمه وقت محدد اللي هي at 3. yesterday ده في الماضي، وقت محدد في الماضي احد استخدامات الماضي المستمر، بقى انا هختار was checking. وانت عندك ماضي مستمر مبني المجهول لكنه مش هيناسب المعنى، هتقول الميكانيكي فحص محرك السيارة ولا فحص محرك السيارة؟ طبعا انت محتاج المبني للمعلوم. المسألة اللي بعدها نفس المسألة، at 3 yesterday، عندي تعبير دال على وقت محدد في الماضي، بس جاب my car engine اللي كانت في الاخر اللي هي المفعول جابها في الاول، فهقول محرك سيارتي، هختار هنا بقى ايه؟ was being checked اللي هو فحص او كان يفحص. رقم 3، My shirt was not ironed yesterday at 7:30. كلمة yesterday بتدل على الماضي، كلمة at 7:30 بتدل على وقت محدد، يبقى ده اسم وقت محدد في الماضي أحد استخدامات الماضي المستمر. هنا هختار كلمة being علشان يبقى تكوين مبني للمجهول، was being على بعضها وبعدين التصريف الثالث، ده تكوين المبني للمجهول مع زمن الماضي المستمر. والجملة معناها قميصي كان يكوى، بيتم كويه امبارح الساعة 7:30. ايرن هنا فعل معناه يكوي الملابس. رقم 4، while سلمى was swimming in the pool her aunt not to music. while بيجي بعدها ماضي مستمر، والناحية التانية ممكن يكون ماضي مستمر او ماضي بسيط، فانا هختار هنا ماضي مستمر اللي هو was listening، وده بيعبر عن حدثين كانوا بيحصلوا في وقت واحد في الماضي. عندي سلمى كانت بتسبح، اهي سلمى عماله تسبح اهي، وكان الحدث التاني مين؟ عمتها او خالتها تستمع الى الموسيقى، عمتها بتستمع الى الموسيقى اهي. يبقى حدثين استمر في وقت واحد في الماضي بالتزامن مع بعضهم البعض ولم يقطع احدهما الاخر. رقم 5، what not when I saw you yesterday. الاجابه هتكون what happened، يعني ماذا حدث عندما رايتك بالامس. كلمه yesterday بتدل على الماضي، والفعل الـ happened لا يوضع في المبني للمجهول، وطبعا ده مضارع وده مضارع مش هينفع، وانت عندك كلمة دالة على الماضي في الجملة. رقم 5، بيقول لي choose the correct answer. number 1، not I was taking a shower my phone rang twice. لو لاحظت تلاقي هنا ماضي مستمر وفي كومة وبعدين ماضي بسيط في الجملة التانية، يبقى انت ينفع تاخد
when وينفع تاخد while، يبقى الإجابة هتكون A and B. during ما بيجيش بعدها جملة، during بيجي بعدها اسم. رقم 2 I was taking a shower نقط my phone rang twice. هنا بقى لو بصيت في الجملة هتلاقي هنا في الجملة التانية جاي بعدها ايه؟ ماضي بسيط. while ما بيجيش بعدها ماضي بسيط، يبقى مش هينفع نعمل زي ما اخترنا في ليتر في رقم واحد، مش هينفع نعمل هناك، هنا بس هناخد when بس. ليه؟ عشان when ما بيجيش بعدها، قصدي while ده اهي ما بيجيش بعدها ماضي بسيط، بيجي بعدها ماضي مستمر. رقم 3 my shower my phone rang twice، لسه قايل لك فوق هنا ان during بيجي بعدها اسم، كلمة my shower دي اسم، يبقى هناخد ايه؟ during. لكن when و while دول بيجوا بعدهم جمل. رقم 4 not doing homework she usually had her glasses on. هنا بقى ينفع اقول while she was doing، يبقى كده جملة كاملة اهي while وجاي بعدها جملة كاملة she was doing. وينفع كمان اقول while doing، لان while ممكن يجي بعدها verb ing اذا كان فاعل الجملة الاولى هو نفسه فاعل الجملة التانية، فبرضو التانية دي تنفع. اما بالنسبة لوين فاحيانا بيأتي بعدها verb ing زيها زي while برضو اذا كان فاعل الجملتين واحد، ولكن عندما تكون بتعبر عن احداث متكررة. طب انت عرفت ازاي انها بتعبر عن احداث متكررة؟ في الجملة التانية في كلمة اسمها usually اللي بتعبر عن التعود او تكرار الحاجة، فالاجابة بتاعتنا هتكون A, B and C. رقم 5 my departure not I felt very nervous and even sad. الاجابة هتكون on، لان while ما بيجيش بعدها اسم ولا بيجي ما بيجيش بعدها غير جملة او verb ing. كلمة when نفس القصة لسه موضحينها فوق، لازم يجي بعدها جملة او ممكن verb ing لو احنا قلنا لو بيعبر عن احداث متكررة، واز بتساوي while برضو بيجي بعدها ايه؟ بيجي بعدها جملة. لكن on ممكن يجي بعدها verb ing او ممكن يجي بعدها اسم بالشكل ده، وهي جملة معناها عند وصولي شعرت بالتوتر او الحزن. عندي بعد كده general exercises. اول سؤال I know at dinner when عادل arrived so I warmly asked him to share the meal with me. لو بصيت على السياق هتلاقي الافعال كلها ماضي، arrived asked كل الافعال ماضي. طبعا هنختار حاجة ماضي، فأنسب إجابة هتكون I was having اللي هو زمن الماضي المستمر اللي بيعبر عن حدث كان مستمر أهو، أنا عمال أتناول العشاء عندما وصل عادل، يبقى حدث كان مستمر في الماضي قطعه حدث آخر. الحدث القاطع بنعمله ماضي بسيط، والحدث المستمر اللي هو الحدث الطويل بنعمله في الماضي المستمر. رقم 2 my sister not her university degree in 2018. in 2018 ان لما بيجي بعدها سنه من سنين الماضي بحتاج زمن الماضي البسيط، يبقى هنختار got. طبعا ده ماضي تام مش هينفع، لان بستخدم الماضي التام لما يكون بعبر عن ان حاجه حصلت قبل حاجه في الماضي، والماضي المستمر مش هينفع. رقم 3 what not at 7 p.m. yesterday. يبقى ده بتعبر عن وقت محدد في الماضي، ما انت محتاج ماضي مستمر ولكن محتاجه حل سؤال عشان في عندي علامه استفهام في الاخر، فمش هينفع اخد الماضي المستمر حاله الاثبات اللي موجود فوق. رقم 4 she not dinner when we returned home. هتبص للسياق بتاع الجمله هتلاقي ماضي من الفعل الثاني returned، يبقى المضارع ده مش نافع والمضارع ده مش نافع. لكن هنا بقى لو بصيت ده ماضي صحيح لكنه مبني المجهول، هتقول she wasn't made dinner، هي لم تصنع العشاء، هي لم تصنع، ما تنفعش يكون مبني المجهول خالص مع الجملة دي، يبقى الإجابة هتكون she wasn't making dinner. رقم 5 مستر أشرف نقط to the club yesterday. كلمة yesterday كلمة دالة على الماضي، يبقى نختار فعل ماضي بسيط. دايما يا جماعة أول حاجة تبص عليها بص على الكلمات الدالة، وبعدين بص ما لقيتش كلمات دالة بص على سياق الجملة. رقم 6 my uncle not me at 9 yesterday as arranged. اهو كلمات دالة، كلمة at 9 دالة على وقت محدد، كلمة yesterday دالة على الماضي، يبقى انت محتاج زمن الماضي المستمر. طب بس انت لو بصيت في الجملة مش هتلاقي في ماضي مستمر اصلا في الاختيارات، يبقى مفيش عندك غير الماضي البسيط، يبقى هناخد ماضي بسيط.
وده مش زمن اللي هو الفيرب انرجي لوحده مش زمن، وكولز مضارع بسيط وكولد دي مضارع بسيط خلاص، ما فيش غير عندي غير ماضي بسيط واحد هاخده. رقم 7 my uncle did not knock at me at 9 yesterday as arranged. لو بصيت هنا بقى did not بيجي بعدها مصدر الفعل اللي هو حالة نفي في الماضي البسيط، يبقى انت محتاج مصدر، دي مش مصدر ودي مش مصدر، دي مش مصدر، المصدر call. رقم 8 did Mr. Waleed knock to help I have no idea. حالة السؤال في زمن الماضي البسيط did زائد الفاعل تمام زائد المصدر. رقم 9 where not this nice blouse سما. لو لاحظت تلاقي في علامة استفهام يبقى انت محتاج حالة سؤال، ده مش ترتيب حالة سؤال ولا ده ترتيب حالة سؤال، الاتنين دول ترتيب حالة جملة خبرية، وطالما هو قال لي بي وسي وانا عندي اصلا سي طلعت غلط يبقى دي كمان غلط، ما فاضلش عندي غير did you get اللي هو ترتيب حالة سؤال في زمن الماضي البسيط did زائد الفاعل زائد المصدر. رقم 10 I not with my own homework. الإجابة هتكون I was helped، يعني أنا تمت مساعدتي في واجبي. الجملة دي كانت بتهيألي تاني جملة حليناها في الواجب في الفيديو، بتهيألي كانت تاني جملة حليناها في الفيديو. I have helped مش هتنفع لأن ده هيكون مبني للمعلوم، و I helped برضو مبني للمعلوم، وده برضو مبني للمعلوم، كلهم مبني للمعلوم، ودي الوحيدة اللي مبني للمجهول. هنا المبني للمعلوم في الجملة مش هينفع. رقم 11 رقية هو is 16 was born نقط. was born ولدت طبيعي لازم يجي بعدها ايه؟ لازم يجي بعدها حاجة بتدل على الماضي. طيب لو لاحظت تلاقي كل الكلمات او اغلبها اللي هنا يعني اذا اظهر دي بتدل على الماضي، once upon a time بتدل على الماضي، in 27 بتدل على الماضي، 16 years دي معناها 16 سنة مالناش دعوة بيها. طب انت هتختار ايه؟ هتختار in 27 لانك مش معقول هتقول ان رقية اللي عمرها 16 سنة اتولدت اول امس اول امبارح، اتولدت اول امبارح ازاي؟ وهتقول ولدت ذات مرة، تقول طبعا دي معناها ذات مرة، فانت لازم تختار حاجة كده مناسبة لمعنى الجملة. رقية اللي عندها 16 سنة اتولدت في 2007 مش اتولدت اول امس ولا اتولدت ذات مرة. رقم 12 رقية هو 16 was born not ago. هنا بقى كلمة أجو بيجي قبلها فترة زمنية، أجو معناها منذ، فهنا نختار 16 years يعني منذ 16 عاما. رقية التي عندها 16 سنة ولدت منذ 16 عاما، دي معناها أول أمس ودي معناها ذات مرة ودي في 2007 مش هتنفع هنا بقى في الجملة في 2007. رقم 13 I ran into نقط رقية. طبعا هو قايل لي ران انتو معناها قابلت حد بالصدفة، فبقول أنا قابلت رقية بالصدفة. The other day معناها أول أمس يعني أول امبارح يعني. كلمة behind the times دي بتسوي في المعنى كلمة old fashion يعني موضة قديمة أو عفى عليه الزمن، يعني لو حطناها في جمل مثلا قلنا our equipment is a bit behind the times يعني المعدات أو الأدوات بتاعتنا اللي احنا بنستخدمها موضة قديمة behind the times. وطبعا since 2005 دي معناها منذ عام 2005 ودي من الكلمات الدالة على زمن المضارع التام. رقم 14 much noise not when I arrived. الإجابة هتكون was being made اللي هو ماضي مستمر مبني المجهول. ليه بقى؟ لأن كلمة noise معناها ضوضاء. هي الضوضاء بتعمل نفسها بنفسها ولا بتتعمل؟ يبقى انت مش محتاج المبني للمعلوم. طب ده مبني للمجهول لكنه ماضي بسيط، هنا بقى انت محتاج تعبر عن ان شيء كان مستمر وقطعه حدث اخر. ايه الشيء اللي كان مستمر؟ حدوث الضوضاء هو اللي كان حدث مستمر. ايه اللي قطع حدوث الضوضاء؟ when I arrived عندما وصلت، لما انا وصلت وصولي هو اللي قطع حدوث الضوضاء. كله سكت او حاجة اي في المهم ان ايه وصولي هو كان الحدث البسيط اللي قطع الحدث المستمر الطويل. رقم 15 the hair of the little girl's doll was not. الإجابة هتكون was being combed لأن انت عندك was being combed ده تكوين ماضي مستمر مبني للمجهول. was ما بجيش بعدها being verb ing خالص.
ممكن يجي بعدها كومبينج اللي هو ده اللي هو الفيرب اي ان جي. بس انت هتقول ان شعر العروسه اللعبه بتاعت البنت الصغيره شعر العروسه كان بيسرح نفسه، طبعا مش منطقي ابدا. انت مش محتاج ايه مبني، انت محتاج مبني للمجهول. وهنا واز بين كومد بالتكوين ده برضو تكوين خاطئ، ما فيش حاجه اسمها واز بين كومد. رقم 16 نقط presenting the lesson the teacher allowed questions، اللي جابها هتكون while. واهم شرط لما تيجي تستخدم while ان يكون فاعل الجمله الاولى هو نفسه فاعل الجمله الثانيه. وطبعا مش هينفع نستخدم when، لان شرط when تستخدمها عشان يجي بعدها verb ing زي ما قلنا فوق ان تكون الجمله بتعبر عن احداث متكرره فيها كلمه بتدل على تكرار الاحداث زي كلمه usually اللي احنا طلعناها في الجمله السابقه. فهنا مش هينفع نختار A and B. وطبعا during بيجي بعدها اسم زي ما احنا عارفين. رقم 17 نقط the lesson the teacher allowed questions. هنا بقى تلاقي جايب ايه، جايب بعد النقط اسم اللي هي كلمة the lesson، يبقى during هي الاجابة الصحيحة. رقم 18 from 7 to 11 lean not her lessons. من 7 الى 11 ده بيعبر عن فترة مستمر اهي، من 7 ل 11 فتره بيعبر عن استمراريه حدث. يبقى انت محتاج حاجه مستمره، يبقى نختار was revising اللي هو ماضي مستمر. ومحتاجينه في المبني للمعلومه، هنقول لين كانت بتراجع دروسها، مش مبني للمجهول بالشكل ده ولا مبني للمجهول بالشكل ده. وطبعا ده مضارع مش هينفع، لان المضارع التام ما بتحددوش بفتره من الى، المضارع التام ما بتحددوش بفتره من الى. رقم 19 from 7 to 11 نفس الجملة، بس قال لي بقى دروس لين. دروس لين مالها؟ كانت تراجع، مبني للمجهول. مش هينفع بقى أقول دروس لين كانت تراجع اللي هو المبني للمعلوم زي ما احنا اخترناه في رقم 18. وقلنا استخدام المضارع التام هنا مش هينفع لأنه مش مناسب سواء كان مبني للمعلوم أو مبني للمجهول. رقم 20 I used نقط up before sunrise. الإجابة use to get up، ويوز هنا معناها بتعبر عن عادة في الماضي، معناها اعتدت أن أستيقظ قبل شروق الشمس. رقم 21 I became used not up before sunrise. طالما في حاجة قبل used اللي هي زي كلمة became مثلا اللي هي دي، يبقى لازم يجي بعدها to verb ing، يبقى اختار to getting. رقم 22 there are always economic crises not pandemics. كلمة pandemics جمع كلمة pandemic اللي معناها جائحة، زي جائحة الكورونا كده. المهم ان هي تعتبر اسم يعني، واللي بيجي بعدها اسم هي كلمة during. رقم 23 how long ago بيجي بعدها ترتيب حالة سؤال في زمن الماضي البسيط، يبقى هنختار الفعل المساعد did. رقم 24 while not for the school bus I met one of my old friends. الإجابة هتكون while waiting. فاعل الجملة الثانية هو هيكون نفسه فاعل الجملة الثانية الأولى اللي هو I، هكون أنا اللي بنتظر. بينما كنت أنتظر سكون أتوبيس المدرسة قابلت واحد من أصدقائي القدامى. طبعا مش هينفع أختار الماضي المستمر لأن مفيش فاعل هنا، مفيش هنا فاعل في الأول اللي هي كلمة I مش موجودة، فمش هينفع أخد الماضي المستمر. والزمانين دول كده كده غلط. رقم 25 while Samir was doing his homework his sister not too loud music so he wasn't able to concentrate. الإجابة هتكون was listening، وده كانوا حدثين مستمرين في وقت واحد. سمير كان بيعمل الواجب اهو، سمير عمال يعمل في الواجب، حدث مستمر. أخته بقى كانت بتعمل ايه؟ كانت بتستمع لموسيقى عالية، ادي أخته عمالة تستمع لموسيقى عالية. يبقى كانوا حدثين مستمرين في الماضي في وقت واحد ولم يقطع أحدهما الآخر. رقم 26 I used to play football when I was young but now. أي نقط كلمة but now بتدل أن أنت محتاج حاجة بتدل على المضارع، يبقى didn't مش هتنفع، wasn't مش هتنفع. طب أنت لو بصيت على used to هتلاقي جاي بعدها play، يبقى am not مش هتنفع، هنختار don't. طيب إمتى كنت أخد am not؟ لو كان مكان هنا play، لو كان موجود مكان play الverb to be كنا هناخد am not. عندي بقى special cases الحالات الخاصة. رقم 27 my mother not the table for lunch. الإجابة هتكون زمن المضارع التام، لأن الجملة ما فيش فيها أي حاجة بتعبر عن الزمن،
ولا كلمات دالة ولا سياق. ومن أحد استخدامات المضارع التام أنه بيستخدم للتعبير عن حدث غير محدد الزمن، زي الجملة دي، هو ما حددش أي زمن، سابها لي كده مفتوح. لكن لو أنت بتتكلم من ناحية التكوين دي تنفع ودي تنفع ودي تنفع من ناحية التكوين، لكن من ناحية الاستخدام لا، من ناحية الاستخدام مش هينفع أخذ غير هالست اللي بيعبر عن حدث وقع في وقت غير محدد الزمن. رقم 28، my mother knocked the table for lunch when. أشوف بقى هنا، في هنا تحديد للزمن، عرفنا ازاي من السياق arrived helped. يبقى هنا بقى اختار ايه؟ اختار ماضي او ماضي مستمر على حسب معنى الجملة. فالإجابة هنا تكون was sitting، يعني أمي كانت بتعد الترابيزة أو بتجهز الترابيزة علشان الغداء for lunch لما وصلت البيت. يبقى وصولي هو الحدث اللي قطع الحدث المستمر، يبقى أنا محتاج زمن ماضي مستمر. شوف بقى نفس الجملة رقم 29، my mother knocked the table for lunch then she called us. then غالبا بيجي الفعل اللي قبلها زمنه بيكون نفس الفعل اللي بعدها، عاملة شبه and and وzen. الفعل اللي بيجي بعدهم زمنه بيكون نفس الفعل اللي قبلهم، فانت جاي بعد زن ماضي بسيط، يبقى هيكون قبلها برضو ماضي بسيط. هنا بقى مش هينفع ناخد زمن المضارع التام في رقم 28 ورقم 29. ليه مش هينفع ناخد زمن المضارع التام؟ لان هو حدد الزمن، عرفت الزمن من خلال ايه؟ السياق. هو ما جابش كلمات دالة صحيح، بس السياق ماضي. رقم 30، she knocked her thumb didn't she. طالما السؤال المزيل في الماضي البسيط ومنفي كمان، يبقى انت محتاج في الاول ماضي بسيط لكنه حالة اثبات، وهيكون هيرت. ليه بقى؟ عشان انت عندك الفعل ده فعل غير منتظم، هيرت هيرت هيرت، التصريف التاني منه هيرت اللي هو الماضي البسيط يعني. رقم 31، علي. طبعا ده سؤال زي ما انتوا شايفين، يبقى انت محتاج تكوين جملة استفهامية. you were fed ده مش تكوين جملة استفهامية. طيب فضل عندي هنا were you fed ولا did you feed ولا were you feeding. هل كنت تطعم؟ تطعم ايه؟ السؤال ناقص. لو قلنا مثلا did you feed the birds علي، يعني هل اطعمت الطيور يا علي، كان تنفع. لكن feed لازم يجي بعدها مفعول، فين المفعول؟ يبقى المبني للمعلوم ده برضو زي المبني للمعلوم اللي فوق منه، الاتنين مبني للمعلوم، الفعل feed لازم يجي بعد منه مفعول، وفي حالة عدم وجود المفعول فالاتنين غلط. يبقى فضلش عندي were you fed، يعني ايه؟ هل اطعمت يا علي؟ في حد اكلك؟ رقم 32 برضو هي نفس المسألة، علي. هنا بقى استخدم ايه؟ did you feed علي. هتقولي ازاي؟ ما انت لسه قايل فوق did you feed غلط. ركز بقى وركز معايا قوي، قبل علي في كومة هنا وهنا مفيش كومة. طب ودي دي معناها ايه يعني؟ معناها ان علي في الجملة الاولى مخاطب، حد بيكلمه بيقول. لما تشوف اسم شخص وقبل منه كومة معناها يا علي. طب عدم وجود الكومة خلاص كده كده مفيش يا، بتشيل يا دي بقى. يبقى الجملة رقم 31 معناها هل اطعمت يا علي، يعني هل في حد اكلك يا علي. لكن هنا بقى الجملة معناها ايه؟ هل اطعمت عليا؟ يبقى في مفعول جاي بعد فيد اللي هو علي، كأن ام او اب بيكلم مثلا بنته الكبيرة بيقول له انت اكلت علي اخوك، هل اكلت اخوك علي. رقم 33، لسه مع عم علي، بس الجملة في الحالة دي اخرها نقطة، جملة خبرية، وطالما في كومة يبقى معناها يا علي. يبقى هنا هقول ايه؟ you were fed علي، انت اطعمت يا علي. مش هينفع ترتيب الجملة الاستفهامية اللي هي were you fed لان مفيش علامة استفهام، وهنا برضو did you feed محتاجة علامة استفهام في الاخر لان ده تكوين جملة استفهامية، وبرضو ده تكوين جملة ايه؟ ده تكوين جملة استفهامية. يبقى التلاتة غلط لان في الاخر نقطة. مراعاة علامات الترقيم مهم جدا. رقم 34، I always knocked up early when I was a primary school student. الإجابة I always got up early. لاحظ السياق بتاعك ماضي اللي هو الفعل was، يبقى المضارع البسيط ده مش نافع، المضارع التام مش نافع، والماضي التام مش هينفع لأن أنا مش بتكلم عن حاجة حصلت قبل حاجة، ده أنا بتكلم عن عادة في الماضي. I always got،
I always got up early بتساوي في المعنى I used to get up early. رقم 35 A sharp knife is used not meat. الإجابة هتكون to cut. هتقول لي ليه يا مستر مش انت لسه قايل ان used to لما بيجي قبلها is بناخد بعدها verb ing اللي هو المفروض تبقى letter B. اقول لك هنا انا بتكلم عن غير عاقل اللي هي كلمة A sharp knife اللي معناها سكينة حامية. السكينة الحامية او الحادة تستخدم لقطع اللحوم. هنا فاعل الجملة غير عاقل. لما يكون فاعل الجملة عاقل أبقى أخد لتر بي، لكن بما أن فاعل الجملة غير عاقل يبقى الجملة معناها هنا is used to معناها يستخدم لكي، مش معناها معتاد على. رقم 36 I knocked who had broken the glass window. لو بصيت هتلاقي السياق ماضي، had broken زمن ماضي تام، يبقى ينفع أقول I knew أنا عرفت مين اللي كسر إزاز الشباك، أو إنك تقول I did know أنا عرفت مين اللي كسر إزاز الشباك. وإحنا لسه قايلين بتهيألي الجملة بالشكل ده اللي هي did know هنا بتعبر عن إيه؟ عن التأكيد. وقلت إن did know كانت بتساوي new، بتهيألي هي نفس الجملة قريبة منها بشكل كبير. قلت did know بتساوي new بس إحنا عملناها بالشكل ده للدلالة على التأكيد، وده درس اسمه emphatic do، ممكن تبقى تبحث عنه وتعرفه بالتفصيل. رقم 37 I wish I knocked a larger car. قلنا I wish شبه حاجة كده فاتت علينا اسمها I'd rather، لما بيجي بعدها فاعل بيجي بعدها ماضي بسيط لو انت بتتكلم في المضارع. طب اذا وجدت كلمة دالة على الماضي مع would rather بتاخد بقى ماضي تام. طب هنا I wish زيها بالظبط هتاخد بعدها ماضي بسيط لو بتتكلم في المضارع. ونفس الكلام على it's high time، التعبير ده برضو من الكلمات او من التعبيرات اللي بيجي بعدها ماضي بسيط، فاحنا هناخد ماضي بسيط كلمة return. طب اذا كان موجود في الجملتين دول كلمة بتدل على الماضي، لو لقيت مثلا كلمة yesterday او last week او last friday اي حاجة كنت هتاخد الماضي التام. نفس الكلام I'd rather you not me to lend you money you impress me. I'd rather وجاي بعدها فاعل يبقى اختار ايه؟ ماضي بسيط. طب احنا عندنا ماضي بسيط تاني هو اللي هي was asked. يو ما بتاخدش was، يو بتاخد where. رقم 40 I wish you not me to lend you money you only impressed me. الجملة ده هي you only impressed me، لاحظ الفعل ده ايه؟ ماضي. يبقى كده السياق ماضي، يبقى مش هينفع اخد ماضي بسيط زي المسألة اللي فوق، سواء كان ماضي بسيط حالة إثبات أو نفي، هختار الماضي التام لأن كده أنت بتتكلم في الماضي. يبقى الجملة الأولى كنا بنتكلم في المضارع ناخد ماضي بسيط، طب الجملة التانية بنتكلم في الماضي يبقى ناخد ماضي تام مع التعبير بتاع I wish I'd rather اللي هي التعبيرات اللي احنا اتكلمنا عنها I wish و I'd rather و it's high time، وفي تعبيرات تانية زي suppose و imagine برضو دي بيجي بعدها ماضي بسيط، وكل الماضي البسيط ده اسمه ماضي بسيط غير حقيقي. احفظ التعبيرات دي كلها. رقم 41 نقط on holiday I had a nice time. الأداة اللي بيجي بعدها حرف جر هي while، during بيجي بعدها اسم، و as و just as ما بيجيش بعدهم حرف جر. رقم 42 نقط their father's arrival the children cheered. when ما بيجيش بعدها اسم ولا while بيجي بعدها اسم، during ممكن يجي بعدها اسم بس مش هتنفع في الجملة دي، الأنسب هي هتكون كلمة on اللي برضو ينفع يجي بعدها اسم لأن هي أصلها أصل الجملة يعني when their father arrived the children cheered، يعني عندما وصل أبوهم هتف الأطفال، قعدوا يهيصوا يعني لما أبوهم وصل الأطفال هيصوا. طب during بتعبر عن، بتقول أثناء وصول والدهم. هنا بقى during بتكون بديل ل while their father was arriving. هل وصول الوالد حدث طويل يستدعي ان انا احطه في زمن مستمر؟ الوصول من الاحداث اللحظية، كلمة arrival دي معناها وصول، الوصول من الاحداث اللحظية التي لا تستغرق زمن، ما بتاخدش فترة زمنية طويلة، فمش ينفع استخدمه في زمن ماضي مستمر. during بيجي بعدها اسم صحيح لكنها بديل while، وon بيجي بعدها اسم برضو لكنها بديل when،
فانت هنا محتاج بديل وين اللي بيجي بعدها ماضي بسيط، مش محتاج بديل واي اللي بيجي بعدها ماضي مستمر. فانا هختار هنا اون، والجملة معناها عند وصول والدهم هتف الاطفال، مش اثناء وصول والدهم. انت ممكن تحسبها بالعربي وتفكر كده بالمعنى بالعربي تلاقيها ماشية، اثناء وصول والدهم هتف الاطفال. ما تقيسش لغة على لغة تانية، لكل لغة قواعدها الخاصة بها. رقم 43 I not my parents، الاجابة هتكون I loved، لان ده مبني المجهول. هتقول انا احببت والدي ولا انا احببت والدي؟ طيب هتقول طب انا عندي هنا مبني المعلومه هو I was loving، ماضي مستمر. الفعل love من الافعال التقريريه التي اللي هي افعال المشاعر التي لا توضع في الازمنه المستمره، سواء كان مبني المعلوم او مبني المجهول. رقم 44 my car not down midways، الاجابه هتكون broke down، ده فعل معناه تعطل، والفعل ده لا يوضع في المبني المجهول اللي هو was broken. مش هتقول العربية عطلت في منتصف الطريق، وهاد broken مش هينفع، مفيش داعي ان انت تستخدم زمن الماضي التام، لان الماضي التام استخدامه الوحيد انك تعوز تعبر ان شيء حصل قبل وقت محدد في الماضي او قبل حدث اخر في الماضي. والماضي المستمر مفيش حاجة بتدل عليه، لان وكمان تعطل العربية من الاحداث اللحظية، العربية بتعطل فجأة كده في لحظة، مش بتستغرق فترة من الزمن عشان تعطل، تعطل كده فجأة مرة واحدة. عندي هذا رقم 45 بيقول مستر محمد used to like hot pepper in his food، this means he not، الإجابة هتكون he no longer likes it، لأن used to زائد المصدر بتعبر عن عادة في الماضي انتهت، عادة في الماضي وانتهت. يبقى طالما هو اتعود يحب الفلفل الحار يبقى هو دلوقتي، طبعا ده بتكلم على الماضي، يبقى هو دلوقتي no longer likes، ما عادش بيحبه دلوقتي. رقم 46 بيقول مستر محمد didn't used to like hot pepper in his food، this means he not، يبقى he likes it now. طالما هو didn't use بقى ما كانش متعود يحبه، يبقى دلوقتي now خلاص بقى عكس اللي كان في الماضي. نقولنا دي بتبقى عادة انتهت، يبقى المضارع بيكون عكسها. رقم 47 I wish I were rich، the speaker not rich، يبقى الإجابة isn't rich. بقول I wish، أتمنى لو أنني كنت غني، ده اسم ماضي بسيط غير حقيقي، يبقى المتحدث isn't rich، ليس غنيا، رغم أن الفعل ده ماضي اللي هو where، مش هينفع تاخد wasn't لأن بيعبر الجملة بتعبر عن التمني، ده ماضي بسيط غير حقيقي. رقم 48 I wish I had got up early yesterday، the speaker not up late. لو لاحظت هتلاقي I wish وجاي بعدها فاعل، وعندك كلمة دالة على الماضي اللي هي yesterday، وهو عشان كده استخدم زمن الماضي التام مش الماضي البسيط، استخدم الماضي التام لأن في كلمة دالة على الماضي. يبقى the speaker got up late، لازم تستخدم انت كمان بقى حاجة بتدل على الماضي في الجملة. طب هتقولي طب ما انت عندك ماضي اهو حالة نفي، الماضي حالة النفي مش هيناسب المعنى بتاع الجملة. رقم 49 when I was at home I forgot all about work، what does this mean؟ بقول عندما كنت في المنزل نسيت كل حاجة عن الشغل بتاعي، ده معناه ايه؟ معناه اثناء ما كنت في البيت نسيت كل حاجة عن الشغل. وايل ممكن يجي بعدها حرف جر وبعدين اسم. طيب ما فيش حاجة اسمها اثناء المنزل، ديورينج صحيح ممكن يجي بعدها اسم، لكن هتقول بقى اثناء المنزل يعني ايه اثناء المنزل؟ لازم يجي بعد ديورينج اسم بيدل على فترة زمنية، مش اسم بيدل على مكان. وهنا عند البيت نسيت برضو نفس الفكرة، قلنا لازم يجي بعدها اسم، اذا جه بعدها اسم يعني بيدل على حاجة كده او فترة زمنية، او يعني مش بيجي بعدها مكان. هتقول on home on school ما بيجيش بعدها مكان، وين on home وين ما بيجيش بعدها حرف جر وبعدين اسم، الكلام ده خاص بوايل بس. طبعا المسائل دي محلولة ولكن هنقولها برضو يعني من باب تثبيت المعلومة. رقم 1 بيقول لي شارم I went driving every day، لسه قايلينها وايل هي اللي بيجي بعدها حرف جر وبيجي بعدها ايه اسم بعد كده، ما ينفعش يجي بعدها الاسم على طول كده مباشرة، وان قلنا ما ينفعش يجي بعدها اسم بيدل على المكان، وديورينج برضو ما بيجيش بعدها اسم بيدل على المكان. رقم 2 my stay with my aunt I helped her with the housework، هنا بقى هنختار كلمة ديورينج لان جاي بعدها اسم اللي هي my stay إقامتي،
يعني أثناء فترة إقامتي. ده اسم بيدل على فترة زمنية، أثناء فترة إقامتي مع عمتي أو خالتي كنت بساعدها في شغل البيت. ويل ما بيجيش بعدها اسم بالشكل ده، ولا آز ولا باي. رقم ثلاثة، I know at the cold weather of Canada. كلمة didn't use to و used to بيجي بعضهم مصدر الفعل قولا واحدا، لأن هما بيعبروا عن عادة في الماضي. was using ملناش علاقة بها خالص في الدرس، فالإجابة هتكون got used to. طب هل got used to زي ما انت قلت، مش قلت بيجي بعدها verb ing؟ ممكن يجي بعدها verb ing، أو ممكن يجي بعدها اسم عادي زي الكلمة دي كده، أو ممكن يجي بعدها حاجة اسمها اسم إشارة أو ضمير كمان. ده الكلام ده خاص بجوت يوز تو بس؟ لا، بجوت يوز تو وبيكام يوز تو، وممكن كمان يجي بعد ام واز وار يوز تو، ممكن يجي بعدهم اسم او اسم اشاره او ضمير. رقم أربعة، there is a charger not to the mobile. الاجابه هتكون attached. واتاتشد هنا اختصار لعباره وصل مبني المجهول، يعني اصل الجمله كانت which is attached، which is attached. والدرس ده له علاقة بضمائر الوصل، مش عارف ايه اللي جايبه في الدرس بتاعنا. هو ممكن هما جايبينه هنا عشان انك ممكن تعتقد لانه شبه تكوين الماضي البسيط، تقول ده ايه اللي جاب الماضي البسيط في الجملة ده. هو ده مش ماضي بسيط ولا حاجة، هو ده كانت جملة وصل كانت بالشكل ده which is used، ولان الجملة الوصل هنا مبنية للمجهول فاحنا بنحذف ضمير الوصل وبنحذف الفعل المساعد ونسيب التصريف التالت. وبكده تكون انتهت حلقتنا. اتمنى لو استفدت من الفيديو ما تبخلش على ضغط اللايك، مش هيكلفك اي حاجة. اتمنى لكم جميعا التوفيق. شكرا لحسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.